دكتورة منى، برضو عايزين نعرف تخصصك ايه ودراستك. باحثة دكتوراه في الاقتصاد السياسي، جميل، خريج البرنامج الرئاسي الدفعة الثالثة. حلو قوي. طيب نعرف بقى من منى، يعني انتوا طبيعة العمل، المراحل اللي بتشتغلوا فيها مع القرى. انت قلتي الاول ان احنا شغالين في سوهاج واسيوط اللي هم اللي فيهم النسبة الاكبر من القرى الاكثر احتياجا، مش كده؟ بالظبط. في البداية لما وزارة التضامن حددت ال 277 قرية اللي في 11 محافظة كمرحلة أولى، هم 87 قرية وهيتم استكمالهم ل 100 قرية في 11 محافظة. في البداية أول ما استلمنا البيانات قدرنا إن احنا نحدد منسق لكل قرية، إلى جانب إن احنا قدرنا نحاول إن احنا نعمل مسح ميداني عشان نقدر نرصد الاحتياجات الفعلية للقرى دي عشان نقدر نعملها رفع كفاءة. عملنا مسح ميداني. المسح الميداني كان شامل اول حاجه التقسيم الديموغرافي اللي هو بيشمل عدد السكان وبعد القريه عن المركز، نسبه الذكور والرجول، الرجاله والستات، الاعمار، ونسبه ذوي الاحتياجات الخاصه، ونسبه البطاله. تاني نقطه كان الجانب التعليمي، واللي قدرنا نرصد فيه نسبه عدد المتعلمين، نوع التعليم السائد في القريه، عدد المدارس، مدى كفايه الاحتياجات اللوجستيه سواء بقى من توفير عدد مدارس او من عدد فصول او من مدى كفايه معلمين. الجانب الصحي سواء بقى في توفر وحده صحيه او مستشفى، عدد الصيدليات، مدى توفر الادويه. وفي الجانب البيئي والجانب الصناعي او الحرفي، اللي ده هنقدر من خلال المبادره ان احنا نعمل رفع لتنميه القرى ديت، من خلال ان احنا نقدر نشوف الموارد المتاحه في القرى ديت اللي نقدر نعمل لها ترجع تاني للصناعات اللي فيها او الحرف اللي فيها، فبالتالي هنقلل شويه نسبه البطاله اللي بتحصل من الشباب في القرى ديت ان هم بيهاجروا للمحافظات القاهره والوجه البحري. فبالتالي انت في نفس النقطه هتقلل البطاله، من جانب تاني انت هتقدر تعمل احياء للصناعه والصناعات والحرف اللي موجوده في القرى.